مع مرور نحو اسبوع على الهجوم الذي استهدف مشاتين النفط التابعتين لشركه ارامكو في السعوديه في هجره والبجيك شرقي المملكه، تتواصل التحقيقات السعوديه بمشاركه محققين دوليين للوقوف عند حيثيات ذلك الهجوم وتبعاته. وزاره الدفاع السعوديه عرضت جمله من الادله تؤكد تورط النظام الايراني في الهجوم على معملي ارامكو. في جملة تلك الأدلة أكد العقيد الركن تركي المالكي أن الهجمات لم تنطلق من الجنوب وإن كما زعمت أذرع إيران وإنما انطلقت جميعها من الشمال من شمال السعودية. النتائج التي عرضتها السعودية أيضا أوضحت أن طائرات مسيرة من نوع دلتا وينغ الإيرانية استخدمت في الهجمات. كذلك تم استخدام صواريخ كروز من نوع يا علي في الهجوم على منشأتي بجيج وخريس كما أشارت التحقيقات السعودية إلى سقوط ثلاثة صواريخ كروز قبل بلوغها الهدف وقد تم استعادة اثنين منها بينما يجري العمل عليها النظر لاحتوائها على متفجرات وقد كشفت التحقيقات أيضا أن ثمانية عشر طائرة مسيرة هاجمت منشأة بجيج بينما هجمت منشأة خريس بسبعة صواريخ كروز ومع ما تم التوصل إليه من نتائج، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد نقطة انطلاق الطائرات والصواريخ المستخدمة في الهجوم على وجه الدقة، تزامناً مع إرسال الولايات أو الأمم المتحدة فريق خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات.